اوكي اختارك الراي ديالك البوان في ديال المقابله ديال المنتخب المصري مع المنتخب المغربي يعني انهزام الفريق المنتخب المغربي وهذا يعني ماشي يعني ماشي يعني اكسكيوز مستوى الكرة حديثة أرضية الملعب ما كانتش مساعدة باش لعب مزيانة شفنا في الشوط الأول كانوا لعبوا في الصندوق ديال الأرضيات من بين في الشوط الثاني المنتخب المغربي استحوذ على الكرة لعب كرة دار فرص كثير ديال الفرص وهذه هي العاقبه ديال الانسان اللي كيستغل الفرص اللي كيجيو ديما كيونكيسي في الخير. الجمهور الكريم يتبع اليوم المقابله من مقهى المنزه بغينا نشوفوا الراي ديال الجماهير ديالنا اعطينا دونك لو بوان في ديال ديال المقابله. البوان في ديالي هو المغربي ياك ولك روح رياضية سيفوت سيفوت الوقت يعني المدرب واللاعبين ولكن هذا يعني ماشي دليل على يعني الضعف ديال المنتخب المغربي حنا يعني قدم ان تري بون رونمون في هذاك الضفري يعني شنو هو لو بوان فيو ديالك في المقابله الاخرى؟ البوان فيو ديال المغرب على المقابله اللي هي جيده ماشي فقط تقول لك اللعابه ولا المدرب ولا انا اللي تقول لك كاين دائما واحد المنتخب واحد النهائي هذا حنا كنحافظوا على المدرب وان شاء الله دابا الجروب راه تعدل مزيان يعني خصنا نعطيو الوقت لهذا اللعابه يعني مستقبل جيد يعني تعدل شي شهر شهرين شهر لانه بدا خرجت جميع الفرق الاجنبيه تطلع من 14 كان يصير واحد انسجام الفريق باش هذا الشهر السلام عليكم انا ناخذ الراي ديالك ديال المقابله اللي دارت اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري يعني رغم الهزيمه ديال المنتخب المغربي شنو هو الفوا في ديالك؟ راضي على المنتخب ديالنا حقق نتيجه ايجابيه بارابور مع الماتشات اللي كانوا ديال شحال هذه المهم دابا عندنا فرقه في المستوى عندنا مدرب في المستوى غير هو حاجه واحده خصو يعطيو واحد شويه الوقت يعني رغم الهزيمه اليوم خرجنا راد رافعين الراس ديالنا وكل المغاربه كاملين راضين على وغيشاطروني الراي ديالي من بوان دو في دو ماروك Il était dans une bonne position. Ils ont bien joué, mais ils n'ont pas eu la chance. Les Congolais aussi, ils ont dominé les Ghanéens, mais n'ont pas eu la chance. Tout ce que nous avons été fouettés, c'était du fimo, fimo, on nous a chicoté. On n'a pas de choses. Ok, qu'est-ce que vous pensez? Maintenant, on a une équipe nationale marocaine, on a beaucoup de jeunes, on a un nouveau entraîneur, c'est Hervé Renard. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut toujours la patience de travailler à long terme. Moi, j'aimerais que tous les entraîneurs, soit des nationaux, des Africains. On doit arrêter les entraîneurs européens. Il y a des beaux entraîneurs chez nous, des Marocains, de tous les Africains. Il faut changer les entraîneurs.